التاريخ وليس التاريخ من فعلها. رسالة المصريين، كل ما هو قادم خير حتى لو كان في ظاهره شر. مصر ربنا سبحانه وتعالى ذكرت في الأحاديث في القرآن 5 مرات، في الإنجيل والتوراة أكثر من 696 مرة، ما بين مصر كلمة مصر ومصريين. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ مصر لدور عظيم، دورها القادم دور رباني وتأهيل لما هو قادم. مصر ستؤهل الفترة الجاية، أي شيء تشوفوه في ظاهره غير طيب ربنا سبحانه وتعالى بيأهلها لشيء عظيم هو قادم، فليحدث ما يحدث. بس ففهمناها سليمان، كل الفرج كل ما يحدث أو سيحدث هو حكمة الله لنفاذ وعد الله، وإن الله لا يخلف وعده. استبشروا بكل الخير بكل الخير الفترة القادمة، لأن مصر لها دور عظيم حتى وإن تأخر أمور، بس المرة دي هتبقى أقوى من أي شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. استبشروا بكل الخير الفترة القادمة لمصر، وستتخلص مصر من وستنجو مصر من يد الأبرسة والدجال الأكبر. والله مصر ستنجو من يد الدجال الأكبر، بس عارفين مرحلة المخاض والدم اللي هي في مرحلة الولادة، تبقى دي الفترة الخلاص النهائي النهائي بقى، يعني خلاص كده الدنيا خلصت، لأن بعد كده هتبقى دولة العدل الحقيقية وليس المدعين، هتبقى دولة العدل الحقيقية وليس المدعين أو اللي هم يحسبون نفسهم إن هم ما هم.